فإذا كان الأمر كذلك لا يستبعد من هؤلاء أن يعبثوا بكتاب الله بهذه الطريقة. الله يتكلم عن سورة الأحزاب في سورة الأحزاب عفوا عن معركة الأحزاب عن معركة الخندق. زين؟ ويتكلم وين صدق وما عهد الله عليه منه قضى نحبه مات استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. يأتي هذا هنا الآن يقول هم آل البيت من المؤمنين صدقوا وما عهدوا زي كيف قضى نحبه مات فمن قضى نحبه شلون يعني السياق والسباق يعني لا يعين لا يعين في هذه المسألة أبدا. يعني قد يتساءل شيعي بسيط يعني إذا كان شيعي اطلع على مثل هذا الاستدلال وهذه العقيدة يؤمن بها ثم يأتي في يوم من الأيام ويقرأ سورة الأحزاب يقول هل أهل البيت حاضرون في المعركة؟